في الثلاجات، جميع ياتم ولادتي. مش بس بطالب في ابني، انا بيجينيش نوم وانا اي حد في الثلاجة، والله الثلاجة ما بحب افتحها. الفليزر بحبش اشوفه. بقولوا لي ابنك صح مش حاسس فيها، بس انا ام بشعر. والله الثلاجة ما بحب اشوفها. ولا بحب اسمع اسمها. بلاس قناة فلسطين الرقمية.